للحديث أكثر مشاهدينا عن الظلم الواقع على الموظفين وطالبي التوظيف بسبب تأخر إقرار سلم الرواتب. معنا هاتفيا من صلاح الدين الناشط المدني كرار محمود، مرحبا بك. إذا أحد النواب قال أنه إعادة طرح موضوع سلم الرواتب في المستقبل القريب هو أمر مستبعد بسبب يعني مشكلة في إقرار الموازنة. كيف ترى هذه المشكلة وتأثيرها في الكثير من الخريجين الذين يرومون التعيين؟ تحية طيبة لك ولمشاهدي قناة الرافدين. حياك الله. في الحقيقة بالبداية أنه هناك تخبط واضح لدى الحكومة العراقية في عملية استقطاب الخريجين من الجامعات العراقية. هذا الأمر هو يعني تراكمي، عام بعد آخر هناك مئات الآلاف من الخريجين من الجامعات العراقية. هؤلاء الخريجين يبحثون عن فرص عمل في الحكومة، في التوظيفات الحكومية، لكن يعني عملية التخطيط لمخرجات الجامعات العراقية مع ما يتناسب في الدوائر الحكومية هي عملية يعني مبنية على أسس يعني حزبية، أسس الانتخابية. لذلك نرى هذا الكم الهائل من الخريجين دون وجود يعني تخطيط حكومي سليم يحاول يعني تفتيت هذه المشكلة. لا. لذلك كل الحكومات المتعاقبة يعني بدت هذه المشكلة تتراكم يعني عام بعد آخر لدى الحكومات. فلذلك يعني الحكومة عاجزة عن توفير فرص عمل في لهؤلاء الخريجين، وعاجزة عن توفير أيضا فرص عمل في القطاع الخاص. كذلك الموظفين في الحكومة العراقية اليوم هم يعني ملايين الموظفين، لا نتكلم عن يعني 800,000 أو 250,000، نتكلم عن 3 مليون موظف. نعم. هؤلاء يعني سلم الرواتب لهؤلاء الموظفين هو يختلف، يعني يختلف جذريا، لا يوجد سلم موحد. نعم. اليوم في وزارة معينة الموظف يستلم 300,000 دينار. نعم. وربما لديه عائلة تتكون من 10 نفرات أو 12 نفر، وموظف آخر في وزارة أخرى ربما عمله أقل من عمل هذه الوزارة يستلم 1.5 مليون دينار عراقي. ولكن المشكلة في تأخر إقرار هذا القانون، وهنا النائب علي الجمالي مثلا قال إن أدراج الحكومة ممتلئة بالقوانين المعطلة وتنتظر التوافق السياسي. طيب يعني هل من مصلحة المواطن المقهور تحت نار الغلاء أن يتحمل تعطل مثل هذه القوانين المهمة كقانون سلم الرواتب من أجل التوافق بين الأحزاب؟ البرلمان العراقي عاجز عن تشريع قوانين تخدم المجتمع العراقي. لذلك نرى أيضا هناك كثير من القوانين معطلة. هذه القوانين جميعها تصب في مصلحة المواطن العراقي، ومنها هو تعطيل تعديل سلم الرواتب. لذلك لأن الكتل البرلمانية وهذه يعني مهتمة بمصالحها أكثر. يعني لو يعني لاحظنا في مسألة إقرار الموازنة، هناك اهتمام خاص من الكتل وإلحاح في 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 فقرات تخص يعني مصالح هذه الكتل. نعم. لكنهم يتجاهلون يعني مصلحة المواطن العراقي. تجاهل فظيع. من أجل ذلك هناك تظاهرات. لذلك القوانين التي تهم المجتمع العراقي تجدها على رفوف. نعم. الدائرة القانونية أو الدائرة المالية أو في مجلس النواب. نعم. وترى المواطن يعبر خصوصا يعني الخريجون يعبرون عن تظاهراتهم في البصرة ومطالباتهم في أثناء هذه التظاهرات، وهم من خريجي الكليات الهندسة، يطالبون بالتعيين أو إيجاد أي صورة بحل، حتى وإن كان كما تفضلتم إيجاد يعني وظائف على القطاع الخاص أو على العقود. لماذا تستمر هذه التظاهرات من دون أي حلول على الرغم من وعود حكومية كثيرة سابقة؟
وهل الحل يعني بما شاهدناه من تفريق لهؤلاء المتظاهرين بالقوة والاعتداء عليهم من القوات الأمنية؟ يعني تظاهرات البصرة للخريجين أمام ديوان محافظة البصرة حقيقة هي واحدة من تظاهرات موجودة في بغداد. أيضا للخريجين هناك أكثر من تظاهرة تحدث أسبوعيا، وهناك تظاهرات أيضا في البصرة وفي بعض المحافظات الجنوبية. هذه التظاهرات كلها تنذر بأن هناك أعداد كبيرة من الخريجين الحكومة غير قادرة على استيعابهم، أو الحكومة عاجزة عن توظيفهم في المؤسسات الحكومية. لأن بالتحديد هؤلاء الخريجين يعني لما يتخرج يعني هناك حصر من بعض الأحزاب تحصر هؤلاء الشباب بالانتماء لهذه للأحزاب حتى يتم تعيينهم في الدائرة الحكومية، لأن عملية التعيين في العراق اليوم محصورة لدى الكتل الحزبية والأحزاب الموجودة المتحكمة المتسلطة. لكن من لم ينتمي لهذه الأحزاب يعني مضطر أن يخرج في مظاهرة يعلن فيها عن رفضه لعملية عمليات التعيين الحزبية. بنفس الوقت هناك يعني مئات الآلاف من الخريجين لا زالت الحكومة يعني عاجزة عن تعيينهم، لأن ملف تعيين الخريجين هو ليس من أولوياتها أو اهتماماتها. إذن هاتفيا من صلاح الدين ناشط المدني كرار محمود، شكرا جزيلا لك.